مرحبا يا ضيوفنا مرحبا زي عد ما تدري هما ليل يا هلا باللي لهم وسط السويدان قدر علي والغلا لهم نشيل هلا بالحضور وفي لفكم فرحنا طب باسم ام عبد الله ترحي بقلبان على الهيل والكمبود والعودة والاطيابي يا رامه حي الوجوه البيض والقسيمة عداني بحضوركم أفخر مع جملة الأقرب يا أهل الوفا والطيب والعز والشيء زينت فرحتي بقدومكم والفرح يزداد يا من في الحشا مقداركم والغلا زايد يا أهل الجود والنخوة والأمجاد والثالث فوق عيوني لا من زالكم والله الشالد لكم بالجمايل صيت وايضا علم واهل الوفا تتبع خطوات جدانا سقم العدا في المواقف عوق كل الخصم وانتم هل الطالة في الهيا وفرسان ايه المجد يشهد لكم في كل ساعة ويوم مدون في التواريخ ودواوينا وختامها مرحبا يا كل ضيف معازم باسم ام عبد الله حي كل ضيفانها مرحبا يا ضيوفنا مرحبا زي عد ما تدري هما ليل يا هلا بالليل وسط السويداء قدر علي والغلا لهم نشيل هلا بالحضور وفي لفكم فرحنا طب باسم ام عبد الله ترحي بقيفان على الهيل والكمبود والعودة والاطيابي كرامه وظيفه مثل الضيف والعاني في زايد فرح ام عبد الله في لف الاحباب يا حي الوجوه البيض والقصيم عداني بحضوركم افخر مع جملة الاقرب يا اهل الوفا والطيب والعز والشيء زينت فرحتي بقدومكم والفرح يزداد يا من في الحشا مقداركم والغلا زايد يا اهل الجود والنخوه والامجاد والطالب فوق عيوني لا من زالكم والله الشالد انتم اهل الطيب واهل العز واهل السلم متوارثين المكان ميسر خصاله يا العزوه اللي مرق مرقت للنجوم افعالكم دايم لكم بالجمايل صيت وايضا علم واهل الوفا تتبع خطوات جدانا سقم العدا في المواقف عوق كل الخصم وانتم هل الطالة في الهيا وفرسان المجد يشهد لكم